في موضوع تاني من الموضوعات المهمة جدا جمانة، ويمكن التكنولوجيا ما فيش خلاف عليها، اللي هي أصبحت لغة العصر، وتحديدا الذكاء الاصطناعي، وإحنا داخلين بقى على الميتافيرس وداخلين على التطور التكنولوجي الكبير جدا اللي يعني سمعنا عنه وبدأ فعلا يبقى ليه خطوات تنفيذية على الأرض. الواحد بيبقى فخور لما يلاقي فريق مكون من 3 طلاب في قسم الميكانيكا كلية هندسة في الجامعة البريطانية، وهم نرمين صبحي، أحمد مجدي، ومحمد العيدي. الفريق ده صمم ذراع صناعي بيعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ووزنه خفيف جدا، وبيتم زراعته للأشخاص اللي حصل لهم بتر بسبب حادث أو بسبب مرض السكر وغيرها من الأمراض، يعني اللي بتحتاج لتدخل جراحي علشان يركب هذا الذراع الصناعي. خلونا ناخد أو يعني نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده من خلال نرمين صبحي، إحدى أعضاء الفريق المبتكر للذراع الصناعي اللي معنا دلوقتي عبر تقنية زوم. صباح الخير يا نرمين. صباح النور، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذ جمال. أهلا بيكي. يعني عاوزين نعرف الأول منك يا نرمين ببساطة كده، التصميم نفسه هو عبارة عن إيه، وإيه هو الذراع الصناعي ده، وإيه اللي خلاكوا أصلا تفكروا فيه علشان يبقى بيعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي؟ هي الفكرة في البداية خالص كانت فكرة عندي من سنة أولى جامعة، بس دي كانت فكرة بدائية جدا، ما كانش لسه الذكاء الصناعي انتشر أصلا، ما كانش لسه فكرة إن هو يبقى كنترول بإشارات المخ دي لسه منتشرة ولا أي حاجة، كانت فكرة عادية جدا وبدائية. بس كان كل سنة بيحصل تطور أكتر وبنتعلم حاجات أكتر في الجامعة، وإحنا يعني الدولة كانت ساعتها أو الفترة اللي إحنا فيها عامة كان بيدخل فيها تقنيات جديدة قوي، منهم الذكاء الصناعي اللي انتشرت الفترة دي جدا. لا انت بقالك كام سنة فلما كده وصلنا شغالة عليه؟ لا احنا قعدنا، احنا هو ده مشروع تخرجنا، فاحنا بقالنا تقريبا 10 شهور بس عليه، اشتغلنا 10 شهور يعني عشان احنا بدأنا قبل ما السنة الدراسية تبدأ اصلا، لا قلنا 10 شهور هنخلص ده شغل، لكن انت بتقولي الفكرة عندك من سنة أولى. من سنة أولى بطورها، كل سنة بزود عليها حاجة. طيب نرمين، طبعا صباح الخير عليكي، بس خلينا نعرف صباح ونعرف النور. السادة المشاهدين يعني ايه ذراع صناعي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، يعني عرفينا أكتر على صفات هذا الذراع. تمام، هي فكرة الذكاء الصناعي هو الموضوع بيعتمد على إن أنا بيبقى عندي جهاز بحطه على الراس بيقيس إشارات المخ بدون أي تدخل جراحي تماما، ولا تكلفة حتى بتاعت، ولا يعني لا تساوي طبعا التدخل الجراحي. الجهاز ده بيقيس إشارات المخ، طبعا بيقيس إشارات المخ عند كذا حالة، يعني مثلا الشخص ده مثلا عنده بتر في إيده، فهو مثلا ايده دي مش موجوده، فانا هركب له طرف يخليه يعرف يقفل ايده، فانا هقدر اقيس اشارات المخ والشخص ده بيفكر ان هو عايز يقفل ايده. الحاجات دي كلها تعتبر داتا بنجمعها كلها، بنشتغل عليها وبنبرمجها وبندربها كتير قوي عشان يقدر الجهاز نفسه يفهم ويبقى عنده ذكاء ان الشخص لما يفكر تاني في الاكشن ده او في الحركه دي يعمل الحركه. يعني هي هو دي فكره الذكاء الصناعي، ان انا بجمع داتا وبمرنها بحيث ان هو يقدر يفهم لوحده بعد كده، ان لو جات له داتا شبه دي، لان طبعا الداتا مش بتتكرر، صحيح، لو جات له حاجه شبه دي يبقى هو الشخص ده عايز يقفل ايده او لا، عايز يفتح ايده او عايز يرفعها او ينزلها كده. طبعا ده ده بيحتاج داتا كتقنية سات كبيره الذكاء قوي. الاصطناعي نفسها يا نرمين، يعني هي فكرة بتعتمد على فكرة البيج داتا أو المعلومات الكتيرة اللي بقدر إن أنا بالظبط أجمعها بالظبط وأوصلها بالحاجة اللي أنا عاوزها. بس إيه الفرق بقى ما بينه، يعني كتكنيكال بقى، إيه الفرق ما بينه وما بين الأطراف الصناعية المنتشرة أو الطبيعية المعتادة يعني؟ الاطراف الصناعيه الموجوده دلوقتي بتعتمد على ان النيرف او العصب اللي موجود في الاطراف، اللي هو النيرف والعصب اللي واصل لحد الاطراف بتاعتي، ان ده ما يكونش دامج، ما يكونش متدمر. لو ده تمام ما فيهوش مشكله، اي حد يقدر يستخدم اي طرف موجود في مصر او بره مصر حاليا. لكن لو العصب ده فيه مشكله، يعني شخص مثلا حصل له بتر من هنا، او هو اصلا مولود بعيب خلقي، العصب نفسه مش واصل، العصب نفسه متدمر وما عندوش غير العصب بس اللي في البرين او اللي في دماغه هو بس اللي شغال، ساعتها ده اسمه سنترال برين، ده بس اللي شغال، هو ساعتها ما عندوش غير اوبشن التدخل الجراحي. يعني هو كده لازم يعمل تدخل جراحي، طبعا ده ريسكي وغالي، يعني خطر وغالي، فاحنا حبينا نعمل حاجه زيه بالظبط بس ما يبقاش فيه اي تدخل جراحي، فما تبقاش خطر على اي مريض. زائد كمان المختلف ان احنا ما استخدمناش فيها مواتير، كل الحاجات اللي موجوده من اطراف صناعيه مستخدم فيها مواتير، صحيح، فبالتالي هي المواتير اوزانها تقيله، يعني لو هحط موتور مثلا لكل صباع من دول فطبعا هي اوزانها تقيله، زائد كمان ان هي ممكن ما تنفعش الاطفال، لان في اطفال عمر 4 سنين و5 سنين وكده عندهم بتر ما يقدروش يستخدموا الاوزان دي خالص. احنا بتاعنا مش عاملينه بمواتير اصلا، احنا بتاعنا عاملينه بضغط هواء، طب هايل. طيب فالوزن نرمين، يختلف تماما.
ده بيفرق طبعا. طب نرمين، عايز اعرف منك هل قدمتوا في مسابقات عالميه، وهل هذا الذراع هو بروتوتايب او يعني جهاز مبدئي او نموذج مبدئي، ولا يعني في حديث دلوقتي على انه التجربه تعمم وانه نبتدي فعلا ان احنا نشتغل على هذا الذراع ونبتدي ننتج منه اكتر؟ اكيد احنا شاركنا في مسابقتين، واحده فيهم كانت اكراس دمنا يعني الشرق الاوسط، مستوى الشرق الاوسط. دي كانت دي مسابقه ابو ظبي، دي خدنا فيها مركز تاني بايوميديكال كاتيجوري يعني قسم هندسه طبيه. في واحده تانية كانت ديل كومبيتيشن، بس دي كانت وورلد وايد، دي كانت على مستوى العالم يعني. ودي خدنا فيها يعني كنا تصعدنا للي احنا بس توب 10 من يعني ان شاء الله باذن الله من اول 10 يعني، او من افضل 10. هي فعلا النسخه اللي موجوده دي نسخه بروتوتايب، يعني حتى في ناس كتير كلموني عشان هم متخيلين ان هم خلاص ممكن يشتروها وباي سعر، بس انا شرحت لهم ان دي بروتوتايب، يعني دي نسخه ما حدش اشتغل بيها، دي نسخه كده مبدئيه تجربة بس مش اكتر. بالظبط، تو بروف كونسبت، اثبت بيها ان انا اقدر اعمل كده واطلع كده وان الجهاز شغال. لكن طبعا اي حاجه ثانيه الماتيريالز كلها هتتغير، الكومبوننتس هتتغير، الحجم طبعا هيختلف، هيبقى اصغر، كل الحاجات دي. يعني نرمين او باش مهندسه نرمين بقى، باعتبار ان ده مشروع تخرج ليكم وانتم خلاص يعني كلها حاجات بسيطه وتبقي مهندسه رسمي يعني. لا اتخرجنا الحمد لله خلاص. خلاص اتخرجتوا كمان يعني المشروع ده خلاص اتسلم ويعني اتخرجتوا بيه. طيب عاوز اعرف اللي انتم هتقفوا عندي هنا، ولا في تطوير للفكره وتعميم ليها كمان، تواصل مع مثلا شركات لانتاج وتطوير للنموذج؟ يعني لسه جمانه كانت بتقول ان ده فكره نموذج مبدئي فقابل للتعديل، قابل، يمكن احنا شفنا شكله على الشاشه من شويه، هو فكره ممكن يكون حجمه كبير شويه فقابل للتعديل لسه عشان يبقى بيتماشى وفي نوع من انواع التناسق طبعا يعني. طبعا هو الخطوه الجايه كده الحجم بتاعه دي اول خطوه، بس هو الحجم كله بتاعه يعتمد على الفكره كلها، يعني الفكره نفسها مش هتتغير، بس مثلا طريقه البرمجه المايكرو كنترولرز او الحاجات اللي كنا بنبرمج بيها دي هتختلف، بحيث ان الحجم يتغير، حجمه هيبقى اصغر. والديزاين نفسه بتاع الايد احنا كنا عاملينه كبير علشان احنا بس عايزينه يعني حاجه كده نحطها على الترابيزه، ما كناش مش هنركبه لحد، كنا عايزينه حاجه كبيره واضحه للمشروع، حاجه نقدر نشوف فيها كل التفاصيل بتاعتها كل حاجه. لكن ان شاء الله هيبقى في نسخه ثانيه قابله بقى للتداول والاستخدام يعني. يعني مهندسه نرمين صبحي احدى اعضاء الفريق المبتكر للذراع الصناعي، بنشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وبنتمنى لك طبعا التوفيق. الشباب يعني يستطيع، مش مصر تستطيع بس بالصناعة، لا هي مصر تستطيع بشبابها باللي احنا بنشوفه بكل تأكيد.